السلام عليكم، انا محمد عمر، وموضوع الفيديو هو شرح للبروجكت اللاين فولور لماده الاورجنايزيشن قسم اتصالات هندسه الزقازيق. قبل ما ابدا اتكلم عن البروجكت بشكل مفصل، ده فيديو توضيحي لاحد استخدامات البروجكت بشكل فعلي وعلى ارض الواقع. زي ما احنا شايفين هنا، اللي بيتحرك دوت هو اللاين فولور بتاعنا او الروبوت اللي بيمشي على المسار. وزي ما احنا شايفين الروبوت بيبدأ ياخد بضاعة من نقطة معينة ومطلوب منه ان هو ينقلها لنقطة تانية عن طريق ان هو يمشي على مسار او التراك اللي متحدد له. زي ما واضح قدامنا برضو ان البروجكت دوت شغال او الروبوت شغال في مصنع او في مخزن وبينقل بضاعة من مكان للتاني. طيب البروجكت باختصار هو لاين فولور روبوت، والهدف الاساسي من البروجكت دوت هو ان احنا نكود ونوبريت الروبوت دوت انه يمشي على تراك معين. طريقه الاوبريشن بتاعت اللاين فولور هو طريقه تقليديه ان هو يمشي على تراك باستخدام 2 سنسورز، بيبدا يتعرف على التراك بتاعه ويبدا يمشي عليه. في تويست صغير في البروجكت بتاعنا هو ان احنا اضفنا اي او تي، وان احنا اتحكمنا في البروجكت دوت او في الروبوت دوت باستخدام الواي فاي فيرتشوال نتورك عن طريق حاجه اسمها المانيوال مود، ودي كانت الاضافه للبروجكت. ايه الهدف منها؟ هو ان لو حصل اي بج او اي مشكله حصلت في التراك بتاع الروبوت دوت، ابدا اتحكم في الروبوت وابدا اطلعه بره التراك. لو حصل اي حاجه في الروبوت نفسه، ابدا اوديه لمكان الصيانه بدون ما احتاج ان حد ينزل فعلا ويستخدم ويشيل الروبوت ويتحرك بيه. فده بيساعدني ان يبقى فيه سهوله اكتر في التعامل مع الروبوت، مش مجرد ان هو الروبوت مش على تراك معين ومفيش اي تدخل تاني يقدر يتحكم فيه الروبوت دوت. طيب ايه الهدف او ايه الفايده اللي استفدناها من الروبوت دوت؟ زي ما احنا شفنا البروجكت او الروبوت دوت مستخدم في المصانع وفي المخازن، بيبدا ينقل البضاعه من نقطه للتانيه. في اكتر من روبوت باكتر من مسار بيبداوا يشتغلوا مع بعض بالتوازي، وبيكونوا ليهم كودز معينه او متعرفين على التراك بتاعهم ان هم محتاجين البضاعات في وقت معين من مكان للتاني. في بعض استخدامات تانية غير استخدامات الاندستريال او استخدامات الصناعية، زي استخدامات المنزلية، ودي موجودة في المكانس الذكية وبدأت فعلا تتطبق عن طريق تراكس معينة بتترسم جوه البيت، والروبوت بيبدأ يتعرف على التراك دوت ويبدأ ينظف البيت بناء على التراك اللي بيمشي عليه. وهنا بيبقى في استخدام لكومبوننت زيادة علشان لو في اي حاجة اعترضت الروبوت دوت بيبدأ ان هو يقف او يغير المسار بتاعه. اعتمدنا على 5 اوراق بحثية في شغلنا، وهنبدا بالبيبر الاولى او في البحث الاول بتاعنا. البيبر الاولى كانت من المجله الدوليه للتكنولوجيا المبتكره واستكشاف الهندسه، وبحث كان 12 سنه 2019. كان باختصار جدا بيتكلم فيه عن الامبلمنتيشن بتاع اللاين فولور باستخدام المايكرو كنترولر. زي ما احنا شايفين هو كان تم استخدام الاردوينو اونو في البروجكت دوت. وزي ما قلنا البروجكت او البحث كان باختصار بيتكلم عن ازاي ان احنا ممكن امبلمنت ونعمل لاين فولور باستخدام مايكرو كنترولر. في البيبر رقم 2 او البحث الثاني، وده كان منشور على المجله الدوليه للبحث الهندسي التطبيقي سنه 2019. وكان في هنا اضافه صغيره او فانكشن كانت مطلوبه من البروجكت، مش مجرد ان احنا نعمل لاين فولور باستخدام المايكرو كنترولر، ولكن كان مطلوب منه ان هو يبقى في حاجه اسمها الاوتوماتيك باركينج تكنولوجي، وهم انهم بيستخدموا برضو السنسورز علشان الروبوت يبدا يركن، او لو تركب في عربيه في سمارت كار، الكار ديت او العربيه بتقدر تركن برضه عن طريق التعرف على المسار بتاعها او المكان اللي المفروض تركن فيه. تم استخدام هنا برضه مايكرو كنترولر اسمه الاتميجا 328. في الورقه البحثيه الثالثه اتنشرت على الجمعيه العالميه للبحوث العلميه والباحثين سنه 2017، وهنا كان امبلمنتيشن لاين فولور، والهدف منها هو انهم يعملوا برضه امبلمنتيشن لاين فولور باستخدام اقل عدد من السنسورز. وكان في نقاط سلبيه وايجابيه في البروجكت دوت. بالنسبه للنقاط السلبيه ان هو الايجابيه ان هم فعلا قدروا يعملوا البروجكت دوت باستخدام سنسور. بالنسبه للنقاط السلبيه وهي ان الفانكشنز قلت جدا، واحنا لو ما نستخدم سنسور واحد سواء على اليمين او على الشمال فحركه الروبوت اتاثرت جدا لو في مسار معين، فاحنا مجبرين ان نحط السنسور في اتجاه المسار. لو الروبوت مطلوب منه يخش يمين فالسنسور لازم يكون على الناحيه اليمين، والا مش هيتعرف ان في تقاطع طرق ومش هيتعرف ان في اتجاه محتاجين يمشي عليه، وبالتالي هيكمل في طريق. ودي كانت السلبيه في الموضوع. في البيبر الثالثه، وكانت منشوره في المجله الدوليه للتكنولوجيا والهندسه الحديثه،
وهنا الامبلمنتيشن بتاع اللاين فولور او الهدف الاساسي من البحث دوت هم انهم برضو يعملوا امبلمنتيشن لللاين فولور، ولكن كان في اضافه المره دي وهم انهم يدمجوا فيه كاميرا علشان تعمل مسح وتصوير للمنطقه، وده فعلا تم. بداوا ان هم يركبوا كاميرا صغيره في الروبوت دوت وبدا يمشي في المسار بتاعه ويصور المناطق اللي كان مطلوب منه ان هو يصورها او يغطيها. بالنسبه للبيبر 5 رقم 5، ودي هي اقرب بروجكت او اقرب ورقه بحثيه للبروجكت اللي احنا عملناه، وكان الهدف من البيبر ديت او الورقه البحثيه هو ان هم يعملوا برضه امبلمنتيشن لللاين فولور، ولكن المره دي كان اسمه الكارجو بوت او روبوت نقل البضائع في المخزن او الكارجو بوت فور وير هاوس، وده كان اقرب حاجه اللي احنا شفناها في اول فيديو واقرب حاجه للي احنا طبقناه. والبيبر دوت كان منشور على كان منشور في المجله البحثيه الدوليه للهندسه والتكنولوجيا. احنا عملنا مقارنه بسيطه ما بين الخمسه بروجكت وما بين البروجكت بتاعنا والخمسه بروجكت باستخدام ثلاث نقط او ثلاث معايير. اول معيار او اول نقطه قارنا بيها هو المايكرو كنترولر المستخدم، وزي ما احنا شايفين في بيبر رقم 1 و3 و4 تم استخدام مايكرو كنترولر اسمه الاردوينو اونو. في الورقه البحثيه رقم 2 ورقم 5 استخدمنا فيها الاتميجا 2560. اما في البروجكت بتاعنا فاحنا استخدمنا حاجه مختلفه شويه او مايكرو كنترولر مختلف شويه وهو النود ام سي يو. والسببين وفي سببين اساسيين استخدمنا فيه النود ام سي يو دوت. اول سبب ان في بيلت ان واي فاي بروتوكول، وده اللي ساعدنا ان احنا نقدر نعمل المانيوال مود او ان احنا نتحكم فيه عن طريق الويب او الموبايل ابلكيشن. النقطه الثانيه هو ان احنا قدرنا نتحكم او نصغر في حجم الروبوت شويه، وده ادانا فانكشنز اكتر لان حجم المايكرو كنترولر او النود ام سي يو اصغر من المايكرو كنترولرز الثانيه. النقطه الثانيه اللي احنا قارنا بينها هي الموتور المستخدم والموتور درايفر. بالنسبه للموتور المستخدم فكان في الخمسه بيبرز كان مستخدم 12 دي سي موتور، اما عندنا كان 5 ل 9 فولت جيرد دي سي موتور، والهدف من استخدام الجير دي سي موتور هو ان هو بيدي عزم اكتر وبالتالي سهل لنا او التروس او الجير موتور سهل لنا ان احنا نقدر ندي عزم اكتر للروبوت، وسهل برضو حاجه ثانيه هو ان احنا قدرنا نتحكم في سرعات الروبوت. بالنسبه للموتور درايفر المستخدم ففي الخمسه بيبرز كان مستخدم ال 293 دي موديول، احنا استخدمنا ال 298 ان موديول. بالنسبه للكنترول او طريقه التحكم، ودي كانت اخر نقطه قارنا بيها، كان في الخمسه بيبرز كان الطريقه او الكنترول طريقه التحكم في الروبوت كانت هي الاوتوماتيك مود، او طريقه التحكم كانت الطريقه الذاتيه ان هو بيبدا يتعرف على المسار بتاعه ويتحرك عليه. اما احنا استخدمنا او اضفنا فيه اضافه جديده وهي الريموت عن طريق زي ما قلنا النود ام سي يو، ان احنا اتحكمنا فيه عن طريق لوكال فيرتشوال نتورك. هنا هنتكلم عن الديزاين وعن الموفمنت بتاعت الروبوت. بالنسبه للديزاين فزي ما احنا شايفين هو الروبوت ليه ليفت سنسور ورايت سنسور، ده اللي بيبدا يتعرف على التراك، وفي البلاك لاين بتاعنا والروبوت بيبدا يمشي عليه بناء على السنسنج، هو الروبوت هل فعلا السنسور بيسنس اللاين دوت ولا لا. بالنسبه للموفمنت فاحنا عندنا اربعه موفمنت او اربع مجالات للحركه، وهو الفورورد والباكورد والرايت والليفت. بالنسبه للفلو شارت فده بيوضح لنا الاوامر اللي الروبوت بيبدا يتعرف عليها مجرد ما بيبدا يشتغل، وهو لما مجرد ما بيشتغل بيبدا يشوف هل السنسور بتسنس او بتستكشف اي بلاك لاين. لو مثلا الرايت سنسور بيبدا يسنس البلاك لاين دوت فبيبدا يختار المسار هيمشي عليه، هل هو واخد امر ان هو يمشي يمين، ولو الليفت واخد الامر فعلا بيبدا ياخد هل هو متبرمج ان هو يمشي شمال، ولو الاثنين مش بيسنس فبيبدا يمشي على طول لغايه لما يسنس بلاك لاين. بالنسبه للسيركت ديزاين فزي ما احنا شايفين في اثنين موتورز مستخدمين متوصلين على الموتور درايفر، والموتور درايفر متوصل على نود ام سي يو، وفي اثنين سنسورز برضه متوصلين على نود ام سي يو، وعندنا الباتريز وعندنا زرار التشغيل او الاون اوف سويتش. هنبدا نتكلم عن كل كومبوننت من دول وليه هي مستخدمه. نبدا اول حاجه بالنود ام سي يو، وهنا احنا استخدمنا نود ام سي يو لسبب واضح زي ما احنا قلنا في الاول ان هو في واي فاي بروتوكول او بيلت ان واي فاي بروتوكول. النود ام سي يو برضو او الواي فاي بروتوكول دوت بيساعدنا ان احنا نتحكم باكتر من 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 سيرفر او من نود عن طريق اللوكال او الجلوبال نتورك. النقطه الثالثه هي السيرفرز المتوصله عليه زي البي سي والمايكرو كنترولر والسيرفر. بالنسبه للاي ار سنسورز فاحنا مستخدمين اثنين اي ار سنسورز، والاي ار سنسور دوت هو بيترانسميت ري او بيترانسميت اشعه وبيرسيف الاشعه ديت.
بيشوف هل هو فعلا اتعرف على البلاك لاين ولا لا. وطريقه استقبال الاشعه ديت هي الديجيتال سيجنال 0 لو هو مش بيسنس، 1 لو بيسنس البلاك لاين. بالنسبه للموتورز والموتور درايفرز، فاحنا مستخدمين 2 جيرد موتور، والجيرد موتور زي ما احنا قلنا ان هو افضل من الموتور العادي لان هو فيه تورك اعلى، بيولد تورك اعلى، وفي نفس الوقت بنقدر نتحكم في السرعه بتاعه الروبوت، سرعه بطيئه او متوسطه او سريعه. وبالنسبه للموتور درايفر في الاستخدام الاساسي بتاعه، لان هو وسيط ما بين الموتورز وما بين النود ام سي يو، ما يقدرش نوصل الموتورز بشكل مباشر على النود ام سي يو. اخر كومبوننت عندنا هو الباتريز. فالباتريز عندنا استخدمنا 3 باتريز، كل واحده ب 3.7 فولت، اجمالي 12 فولت. انا عمر احمد، هنا هنتكلم عن السوفت وير المستخدم في البروجكت بتاعنا. السوفت وير عندنا بينقسم لجزئين، جزء خاص بالسيرفر وجزء خاص بالاردوينو كود. تمام، الجزء الخاص بالسيرفر استخدمنا فيه 3 لغات برمجة، الـ HTML plus CSS، ودول مسؤولين عن الـ GUI بتاعة السيرفر بتاعنا. الجزء الثاني أو اللغة الثالثة اللي هي الـ JavaScript، دي اللي بيحصل من خلالها ربط مع الـ Arduino Code، ونوضح الكلام ده من خلال الفيديو. الجزء على اليمين ده الخاص بالسيرفر، first step عندنا بنعمل running للسيرفر، second step من خلال اي براوزر بكتب الـ IP address المستخدم في اللوكال نتورك اللي بنشتغل عليه، بيظهر الـ GUI للسيرفر بتاعنا. اي اوردر بعمله او اي كليك على اي بوتن بيظهر عندي 5 بيتس على اليمين في السيرفر. بنبدا بعد كده ناخد ال 5 بيتس دول نعملهم اناليسز بحيث نعرف ازاي الاردوينو كود بيتعامل مع ال 5 بيتس دول. عندنا هنا الـ 5 bits بينقسموا إلى 3 parts. First bit 4 modes، عندنا 2 modes manual automatic 0-4 manual 1-4 auto. عندنا second 3 bits 4 speed range، الـ speed range عندنا from 0 to 255. Last bit 4 direction. That's it.